سيدتي أنستي سادتي إليكم هذه السهرة الفنية وهذا النقاش الذي يدور بين فنانين تونسيين عريقين أين هما الفنانان صلاح المهدي زرياب والفنان التونسي العريق الطاهر غرسة. سيدتي أنستي مساء الخير، اليوم نستضيف في السهرة متاعنا هذه السهرة الإذاعية التلفزية الفنان سي طاهر غرسة. سيطهر غرسة نرحب بك، مرحبا بك في السهرة هذه ونحب نتعرف من خلالها الله يبارك فيك في يعني نوعية الأغنية يعني المعاصرة والرأي متاعك يعني بكل صراحة. والله يا خويا صالح ايش باش نقول لك، يا حسرة على الأغنية التونسية نتاعنا، يا حسرة على الأغنية التونسية كي كانت في عزها ودلالها وكنا نغنيو المالوف ونغنيو الزجل العتيق ونغنيو النوبة ونغنيو فبني ولا الفوندو ونغنيه الغريق، لا فماش غريق، ونغنيه التقطوقة ونغنيه والصندري، فماش صندري، وينو هذا كل دو؟ هذا كل ما عادش نسمعوه تو. ما نعرفش سي طاهر هذا ليش تو راجع يعني، ما نعرفش الرأي نتاعك الشخصي الله يبارك فيك. والله ايش باش نقول لك سي صالح، تو مثلا حتى في السهريات الغاسة مثلا نبدا في سهرية في عوادة فهمني ولا نغني فهمني شوية مالوف هكا شوية فهمني فن نتاعنا التونسي، يجيني واحد من السهريين ولا مرات تقول لي يا عم الطاهر بجاه ربي غني لنا حويجه سخونه، نقول لها خبنيتي خنبيع في البلاب نبيع لك حاجه سخونه، غني حاجه سخونه. ملا سي طاهر يعني ما نعرفش كان الليله باعتبارك ضيف نتاع السهره نتاعنا هذه الله يبارك فيك، ما نعرفش كان شنو سمعنا الجديد نتاعك. والله باش نقول لك خويا صالح غنيت فهمني ولا قبل الساحه تاع حنبوه ما نفعتش نتاع احمد عدويه، غنيت بتاتي بتاتو هذا وليله قلت نرجع غني غنايه نتاع اختي العزيزه كرثوم الحان سالم مكاوي باش نغني ما اخترتش على بالك يوم يا مسهرني. تفضل سي بقاسم. قد بشرت بقدومكم ريح السابا، اهلا وسهلا بكم يا زائرين ومرحبا، واستنشقت ارواحنا ارج اللقاء، يا حسنه يا حسنه لما اطلى وافرحا، يا حسنه يا حسنه لما أتلى وأفرح، ما اخترتيش على بالك يوم تسهل عليا، والله ما اخترتيش على بالك يوم تسهل عليا، وعنايا ما جد فيها قطرة نوم، النوم يا مسهرني أوره قلبي يسهلني، أشنو اللي غير أحوالك ويزيد يقول لي شنو اللي ياني ما اخترتيش عالبانو، يا هو قلبي يسهلني يا ولد شنو اللي غير احوالك ويزيد يقول لي شنو اللي ياني ما اخترتيش عالبانو، يا اخي يا حلاوة حبك وين وفين احنان قلبه عليا، وفين قساوة قربك وين وفين الوداد والحنية، وهنسيني وانت عالبالي وخيالك ما يفارقش عيني، ريحني واعطف عالحالي وارحمني من كثر شكوكي، لا عنيا جد فيها قطرة نوم ولا نخطر شي عالبالك يوم، لا عنيا
جد فيها قطرة نوم ولا نوخ ترشي ترشي وزيتون يسهل علي يا مسهرني.